السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في فيديو مهم جدا عن دوائر الكنترول. هنعرف يعني ايه احنا لما نيجي نشتغل كنترول، هنبدأ نوصل للكويلات اللي معانا والكونتاكتورات اللي معانا، وهنبدأ نقطع في اللاين ولا نقطع في النيوترال، وليه. جاهزين نبدأ الفيديو؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. زي ما احنا عارفين في دوائر الكنترول الباور والكنترول، في النهاية انا عايز اوصل للكويل الخاص بالكونتاكتور في الكنترول ال220 بتوعه عشان خاطر يوصل لي الكونتاكتور ويبدأ يشتغل معايا. نفس الفكرة بتاع الريلي الكهربي اللي معايا اللي انا بشتغل بيه ده، وصل له A1 و2، صح كده؟ انا بقى هنا عشان خاطر اوصل الـ A1 والـ A2 لازم اجيب النيوترال على طرف في الكويل بتاع الكونتاكتور او الريلي، لازم اجيب النيوترال ليه، واللاين هبدأ اخش عليه، وهو ده اللي هبدأ اقطع فيه في دايرة الكنترول بتاعتي، اللي هو النيوترال زي ما احنا شايفين هاجي ادخله هنا على الA2، وابدا اخد اللاين ابدا هو اللي اخش بيه على نقطه الستوب مثلا. دي نقطه الستوب معايا، تمام. دي نقطه الستارت، دي نقطه الستوب، ابدا اخش بيه على نقطه الستوب. لما ادوس ستوب زي ما احنا شايفين الكويل بيلقط معانا، تبدا الكهرباء تعدي الناحيه الثانيه وتروح تشوف هي هتفصل ايه او هتشغل ايه معايا، تمام. يعني اهي نقطه وقفت، بعد كده النقطة دي تبدأ تخش معانا، بعد كده تتكمل، تلاقي دي مقفولة، بعد كده تكمل. إيه السبب اللي يخليني أقطع في اللاين وما أقطعش في النيوترال؟ أولاً عشان خاطر الجهد بتاع النيوترال أو المحايد ده ممكن يحصل عليه فروقات، فبالتالي هيقلل لي الشغل على الكويل بتاع الكونتاكتور أو الكويل، مش هيكمل في الضغطة بتاعته، فهنا هتحصل مشاكل، تمام؟ يعني بالمختصر المفيد عشان خاطر النيوترال مش هيبقى بنفس الجهد اللي انا عايزه. طيب بالنسبه لللاين انا هاخده اقطعه ليه تاني؟ السبب التاني عشان خاطر الترابل شوتينج، او لما اجي اطلع المشكله فين ابدا امشي بالافوميتر بتاعي في الوضع اللي هنقل بيه واحده واحده. يا رب اكون فدتكم بمعلومه، نسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.